اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كان كلامنا في الحديث الاول من باب جوامع التوحيد من كتاب الكافي الشريف وهذا الحديث هو خطبة لامير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام ومقدمة هذه الخطبة تمجيد لله سبحانه وتعالى وتنزيه له. وصلنا الى هذا المقطع حيث يقول الامام امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام "وتعالى الذي ليس له وقت معدود" بعد ان بين الإمام في المقاطع السابقة نفي الشبيه ونفي حدوثه تعالى، وأثبت حدوث مخلوقاته ينتقل إلى مقطع آخر من مسائل التوحيد، وهو نفي صفات الأعراض والأجسام عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله ليس كمثله شيء. فهو لا يتصف بصفات الممكنات سواء كانت هذه الممكنات اجسام او كانت هذه الممكنات اعراض فنفي شباهته للاشياء كلها يقتضي نفي صفات جميع الاجسام والاعراض عن الله سبحانه وتعالى والامام يذكر مجموعه نقاط اولا ان الله سبحانه وتعالى خارج عن الزمان لا يتحكم فيه الزمان وانه لا حد لصفاته ليست صفاته محدوده بان يكون علمه بان يكون علمه محدودا مثلا كلا بان تكون قدرته محدوده كلا وايضا لا بدايه له ولا نهايه سائر المخلوقات لم تكن ثم كانت فلها بدايه من حيث وجدت تبتدئ الله سبحانه وتعالى هو الاول بمعنى انه لا بدايه له هو ازلي الاشياء تهلك كل شيء هالك لكن الله سبحانه وتعالى ليست له نهايه الا وجهه. فهذا ايضا من صفات الاجسام والاعراض ان لها بدايه ونهايه، والله سبحانه وتعالى لا بدايه له ولا نهايه. الاجسام والاعراض محدوده في وجودها وفي ذاتها. الله سبحانه وتعالى وجوده وذاته ليست محدوده بشيء الله سبحانه وتعالى علمه غير محدود هذا العلم لا حد له الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء لا يتغير لان التغير من صفات الممكنات فهذا المقطع من كلام امير المؤمنين وهو مقطع مطول يتضمن هذه المعارف. في البدايه نبحث عن عدم تحكم الزمان في الله سبحانه وتعالى لان الله خارج عن الزمان. يقول امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام: وتعالى الذي ليس له وقت معدود. اولا ما هو الزمان؟ الزمان هو وليد الحركه يعني حينما الاجسام تتحرك هذه الحركه هي تولد الزمان مثلا الارض تتحرك حول نفسها وتتحرك حول الشمس وايضا المنظومه الشمسيه تتحرك حول مركز المجره وأيضا المجرات أيضا تتحرك، هذا بالمقدار الذي اكتشفه لحد الآن علم الفلك. هذه الحركة تولد الزمان، يعني الليل والنهار ثم حركة الجسم في هذا الزمان. ولذا يقول علماء الفيزياء حسب المنقول عنهم: أن الزمان يختلف من كوكب إلى كوكب آخر، ومن منطقة في هذا العالم الرحب الوسيع إلى منطقة أخرى، لأن الحركة إذا اشتدت، الزمان يتسارع، وإذا الحركة إذا بطأت، الزمان أيضا يبطئ، ولذا حسب ما يقول بعض علماء الفيزياء حسب المنقول عنهم لو فرض أن الإنسان ينتقل إلى كوكب آخر إلى منظومة شمسية أخرى لو فرض إمكان ذلك يمكن يمر على هذا الإنسان يوم واحد وقد مر على الكرة الأرضية ألف سنة ويمكن ان يمر على هذا الانسان وهو في كوكب اخر او في منظومه اخرى سنه كامله ولم يمر في الارض الا دقائق معدوده. يقولون السبب في ذلك هو الحركه التي ولدت زمانا بطيئا او زمانا سريعا. ولعله بهذا الاكتشاف العلمي واحد يستانس بهذا الاكتشاف العلمي لفهم بعض الايات والروايات التي تتحدث عن عالم ما بعد الموت في يوم كان مقداره خمسين الف سنه في ايه اخرى الف سنه اليوم الواحد كيف يكون خمسون الف سنه او يكون الف سنه او مثلا الله سبحانه وتعالى يقول خلق السماوات والارض في سته ايام هل من الضروري ان نفسر هذه الايام بالايام التي نحن نعيشها في الكره الارضيه او نفسرها تفسيرا مجازيا بانها سته مراحل او نقول ان الايام حتى لو في بالنسبه الى الكره الارضيه قد تكون سنوات يمكن اليوم الواحد كان خمسين الف سنه كان الف سنه كان اكثر كان اقل هذا كله ممكن بعد ان اثبت العلم الحديث امكان ذلك في نفس هذه الكواكب وهذه المنظومه الشمسيه لا نريد ان نفسر القران باكتشافات العلم الحديث لان هذا طريقه خاطئه لان العلم قد يتطور وقد يكتشف خطا ما ذكره الان والقران لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكن نريد ان نستانس لفهم بعض الايات او الروايات بالمسائل العلميه التي اكتشفها العلم الحديث لا انه نفسر الايات حسب ما اكتشفه العلم كما اتخذه البعض طريقه لاثبات اعجاز القران ويقولون الاعجاز العلمي هذه الطريقه ليست طريقه سليمه وفيها اشكالات لانه قد يكتشف العلم شيئا ثم يتبين خطا هذا الاكتشاف، فتطبيق هذا الاكتشاف على الايات القرانيه او بالعكس هذا يولد تزلزل في العقائد مضافا الى انه هو امر ليس بصحيح، لكن كاستيناس حتى نفهم الايه لا تبقى امر ضبابي مثلا او معقد جدا اذا راينا نظير ذلك نقول يمكن ان يكون المراد من الايه هذا يمكن لا بالطريقه الجازمه وحينئذ الاحتمال يكون احتمالا عقلائيا واردا على كل حال فالزمان هو وليد الحركه الله سبحانه وتعالى خالق الاشياء الحركه والسكون تستحيل في ذات الله سبحانه وتعالى لأنها من صفات الأجسام وسيأتي هناك باب حول الحركة والسكون نحن نتحرك أو نسكن لأنه إذا كنا في في مكان واحد لفترة هذا يسمى سكون إذا كنا في المكان الثاني بعد أن كنا في المكان الأول هذا يصير حركة وهذا يرتبط بكون الشيء في المكان. والله سبحانه وتعالى ليس في المكان، لأنه خالق المكان. كذلك الله ليس في الزمان، لأنه خالق الزمان. الله خلق الأشياء وحرك الأشياء بقدرته. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. الله سبحانه وتعالى حرك الأشياء، حرك الأرض، حرك الشمس، حرك المجرة. فتولد الزمان. ولا يعقل أن يكون المخلوق محيطاً بالخالق. بأن يكون الخالق هو في الزمان لأنه الحركة بالنسبة لله سبحانه وتعالى غير معقولة حلول الله في المكان أيضاً غير معقول لأن الله خالق المكان هو محيط بالاشياء لا الأمكنة تحيط به فإذا إذا لم يكن الله سبحانه وتعالى في المكان ولم يكن في الشيء الذي يتحرك ولا هو فيه الحركة لأن الحركة من صفات الأجسام فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى خارج عن الزمان نحن في الزمان يمر بنا الزمان لكن الله سبحانه وتعالى ليس في الزمان اكو بعض علماء الكلام يمثلون مثل لتقريب الفكرة إلى الذهن لا للتشبيه للتقريب يقولون إذا أنت جالس في أه غار وأمامك ثقب الغار ثم يمر من أمامك قطار من الإبل أنت الآبال الجمال التي مرت الآن لا تراها الآن ترى أمامك إبلا جملا واحدا الجمال التي مرت سابقا الآن لا تراها والجمال التي لم تمر لحد الان الان لا تراها انت الان ترى جملا واحدا هذا الجمل يروح تشوف بعد جمل ثاني تشوف بعد جمل ثالث لكن الشخص الذي جالس على قمه جبل امام هذا الغار هذا يرى القطار كله عندما يرى القطار كله قطار الابل لماذا يرى؟ لأنه ليس محصورا بغار ونظره محدود بالثقب ليس هذا الحد موجود فيه فيرى كل هذه الجمال ويرى هذا القطار كله كله هذا المثال تقريب المطلب إلى الذهن الله خارج عن الزمان لذا الماضي والحاضر والمستقبل كله في علم الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى محيط بكل هذه الأمور نحن الآن في هذا الزمان الخاص الأيام الماضية لا نراها لأنها بعدت عن إحساسنا وإدراكنا الأيام المستقبلية لا نراها لأنها لم تأتي لكن الله سبحانه وتعالى خارج عن الزمان ليس محدودا بالزمان لذلك كل هذه الأزمنة وهذه الأفعال الأفعال التي فعلتها أنا في الماضي والأفعال التي أفعلها الآن والأفعال التي سأفعلها في المستقبل كلها في علم الله سبحانه وتعالى بمعنى إحاطة علم الله بكل هذه الأمور ولا يتغير في علمه لأن علمه أحاط بكل شيء مما كان مما يكون مما هو كائن فإذا صفة الأجسام والأعراض أنها داخلة في الزمان لأنها أجسام وهي تتحرك وفيها الحركة يتولد الزمان أو في أشياء تتحرك يتولد الزمان فهي تكون زمانية وتعالى يعني الله أجل وأعلى من أن يحيط به الزمان لأن الزمان مخلوق والمخلوق لا يحيط بالخالق. وتعالى الذي ليس له وقت معدود. الزمان معدود. أنت مثلا الآن حسب ما سمعت أحد الإخوة نقل عن علماء الفلك هؤلاء يقدرون أن هذا العالم عمره 14 مليار سنة المليار عدد كبير جدا ولكن معدود يعد اذا الانسان بدا بالعد من واحد الى المليار واحد اثنين ثلاثه اربعه اذا اسرع في العد قد يستغرق عد الواحد الى المليار عشرين ثلاثين سنه بالنتيجه هذا معدود يدخل ضمن العدد ومحدود الله سبحانه وتعالى ليس له وقت معدود لانه خارج عن الوقت فيكون من باب السالب بانتفاء الموضوع ليس في الزمان حتى يعد ذلك الزمان لله سبحانه وتعالى بل هو محيط بالمكان والزمان وبكل شيء فهذه الصفه الاولى من صفات الاجسام منفيه عن الله سبحانه وتعالى الشيء الثاني من صفات الأجسام والأعراض هي أن صفاتها صفاتها محدودة يعني أنت أي جسم تنظر إليه، هذا الجسم متصف بصفات مثلا هذا الجسم متصف مثلا بالطول بالعرض باللون بمجموعة أخرى من الصفات إذا إنسان متصف بعلم بحركه، بصفات نفسيه، باي شيء اخر. كل شيء مهما كان عظيما من المخلوقات هذه صفاته محدوده، اعلم العلماء علمه محدود، يصل الى حد ينتهي هذا العلم، اعظم الاجرام السماويه طولها وعرضها محدود، هناك بعض الاجرام السماويه كما قرات في بعض التقريرات التي التي كتبت عن علم الفلك هناك بعض الاجرام السماويه اكبر من الشمس بعشرات الملايين من المرات يعني هذه شمسنا عظيمه جدا هناك نجوم اكبر من الشمس بعشرات الملايين من المرات لكن بالنتيجه لها حد طولها عرضها لها حد الله سبحانه وتعالى ليس له نعت محدود. النعت يعني الصفه وقد تستعمل بمعنى الصفه الزائده على الذات كما في نهج البلاغه الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود يعني صفات الصفات الذاتيه لله سبحانه وتعالى ليست نعوت زائده على ذاته، يعني علمه ليس شيء وذاته شيء اخر، نحن الان علمنا شيء وذاتنا شيء اخر، لذا نولد بلا علم والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، نولد بلا علم. ثم الله سبحانه وتعالى جعل لنا والابصار والافئده هذه وسائل لتلقي العلم فنحن نتلقى العلم عبر الرؤيه عبر السماع عبر الفكر لكن كل ما تلقينا من العلوم يبقى محدودا ثم يمكن بعد ذلك هذا العلم الانسان ينساه ومن نعمره ننكسه في الخلق او في ايه اخرى يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا زين هل ذات الانسان حينما ولد وحينما صار عالما وحينما نسي علمه تغيرت؟ لا، لماذا؟ لان العلم صفه زائده عن هذه الذات. اضيفت الى هذه الذات. الصفات الذاتيه لله سبحانه وتعالى ليست زائده على ذاته، ليست مغايره لذاته بل هي عين ذاته. هذا بحث ان شاء الله سنصل ونفصله. هنا الإمام يقول ولا نعت محدود، يعني صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية ليست نعوت بمعنى أنها زائدة على ذاته. صفات الله الذاتية ليست محدودة، علم الله ليس بمحدود، لأن ذات الله ليست بمحدودة، وعلم الله هو عين ذاته. قدرة الله سبحانه وتعالى ليست بمحدودة، لأن قدرة الله عين ذاته، وذاته غير محدودة، وهكذا سائر صفات الذات بعد ذلك الامام يقول تعالى يعني الله تعالى ان يكون في الزمان يكون الى وقت معدود يكون الى اجل ممدود يعني نهايه الله اجل يعني يتعالى عن ان يكون له نعت محدود صفاته الذاتيه ليست ذا زائده على ذاته ولا هي محدوده الله يتعالى عن ذلك لان هذه صفات الاجسام والله ليس كمثله شيء الاجسام هي التي في الزمان الاجسام هي التي صفاتها نعوت زائده على الذات وايضا هذه الصفات التي هي نعوت محدوده هذه صفه الاجسام المخلوقه والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فليس له حدود بعد ذلك الامام يبين ان الله سبحانه وتعالى ليس له اول، ليس له اخر. الاشياء وجدت لماذا وجدت؟ يعني الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض والانسان والحيوان والنبات والجماد وما الى ذلك من المخلوقات. لم يكن هناك الخلق عبثا. الله سبحانه وتعالى حكيم والحكيم يتعالى عن العبث. الله لم يخلق السماوات والأرض عبث ذلك ظن الذين كفروا الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وجميع المخلوقات بحكمته لغرض فوجود كل شيء لغرض حكمة تعلقت فيه ولذلك الآن علماء الطبيعة حتى الماديين منهم إذا اكتشفوا شيئا يفكرون أن هذا الشيء شنو فائدته يعني يعلمون ان هذا الشيء وجد لغرض. علماء الطب كانوا يشرحون بدن الانسان. اي عضو من الاعضاء كانوا يبحثون عن فائدته، لماذا هذا العضو موجود؟ زين العين موجوده لان الانسان بحاجه الى رؤيه، الاذن موجود موجوده لان الانسان بحاجه الى سمع. الاعضاء كلها موجوده لان الانسان يحتاج اليها. وصلوا إلى عضو من الأعضاء تصوروا أن هذا العضو لا فائدة فيه لذا سموه الزائدة الدودية ليش سموه هذا العضو الزائدة الدودية؟ لأن تصوروا أن هذا وجود زائد لا فائدة فيه هكذا كانوا يتصورون لكن بعد تطور علم الطب اكتشفوا أن هذا الوجود هذا الشيء هذا العضو الذي كانوا يتصورونه زائدا إنما هو لأجل غرض القوانين الموجوده كلها لاجل غرض. الحيوانات الموجوده كلها لاجل غرض، قد نحن لا نعرف ذلك الغرض لان علمنا محدود. بعض الاحيان واحد يسال مثلا المنصور العباسي سال الامام الصادق عليه الصلاه والسلام عن حكمه وجود الذباب. لماذا الله سبحانه وتعالى خلق الذباب؟ هذا الموجود الذي هو مثلا مضر للانسان، قذر، ناقل للجراثيم والميكروبات مثلا. زين الامام عليه الصلاه والسلام اذا كان يريد يجيب يجيب اجابه طبيه مثلا اجابه فيزيائيه قد لا يستوعب ذلك. في الحديث امرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم. اذا واحد لا يعرف علوم علما من العلوم ان تتكلم معه في ذلك العلم، هذا ليس من الحكمه. إذا كان إذا لم يكن العلم تطور في مسألة، أنت تتكلم في النتائج بدون أن يكون ذلك العلم قد تطور في قواعده لكي يصل إلى ذلك النتائج، قد يكون هذا مثار الإشكال. فلذلك الرسول والأئمة حينما كانوا يُسألون عن أمثال هذه الأسئلة كانوا يجيبون أجوبة إقناعية. وكذلك القرآن الكريم مثلاً في آية شريفة يسألونك عن الأهلة بعض المفسرين يقولون كان سؤالهم سؤالا فلكيا، كان سؤالهم سؤالا فلكيا، لماذا الهلال يبدأ صغيرا ثم يكبر إلى أن يصبح قمرا ثم يبدأ بالتحول إلى ما يشبه الهلال في أخير الشهر؟ سؤال فلكي، زين هذا السؤال الفلكي بحاجة إلى أجوبة علمية لم يكونوا يستوعبوها. الله سبحانه وتعالى أجابهم عن فائدة ذلك جواب آخر يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس سؤال فلكي كان الله أجاب جواب ببيان الفائدة هذا كما يقول بعض المفسرين زين يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لماذا الله خلق الذباب له حكمة وعلة لكن هذه الحكمة والعلة قد لا يستوعبها هذا الجبار. او العلم لم يكن قد تطور بحيث ان الناس يستوعبوا هذا الجواب ويفهموه. يكون اشبه بالطلاسم يكون الجواب. فاجاب الامام جوابا في نفس الوقت الذي هذا الجواب هو جواب اقناعي ايضا هو تعريض بهذا الجبار المنصور العباسي. قال لكي يذل به الجبابره هذا جبار احد الجبابره قال له احد الشعراء ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار وبعد ايام هذا الجبار اذله الله سبحانه وتعالى فتبين ان الاقدار حاكمه جبار جالس على كرسي الرئاسه ويتحكم في دماء الناس واعراضهم واموالهم وكل امور الدنيا مهيئه له واذا ذباب ياتي ويوذيه ولا يتمكن من فعل شيء امام هذا الذباب هذا جواب اقناعي وهو في نفس الوقت قد يكون يتضمن جزء من الحقيقه والحكمه في خلق مثلا هذا الحيوان على كل حال هذه الحشر ناتي الى بحثنا الله سبحانه وتعالى خلق الاشياء لغرض فكل شيء موجود لغرض لكن نفس وجود الله سبحانه وتعالى هل هذا الوجود وجد لغرض كلا لان هذا الوجود ليس له بدايه الشيء الذي لم يكن ثم الحكيم اوجده نقول لماذا هذا الحكيم اوجد هذا الشيء اما الله سبحانه وتعالى كان الله ولم يكن معه شيء ليس له اول ليس له بدايه لم يسبقه عدم ثم كان حتى نسال لاي غرض وجد وهذا من الفرق بين الخالق والمخلوق ان المخلوقات جميعها وجدت لغرض والله سبحانه وتعالى وجوده لذاته لا لغرض اخر لذا الامام عليه الصلاه والسلام هنا ياتي وينفي صفه من صفات الاجسام والاعراض وهي الابتداء والنهايه يقول سبحان الذي ليس له اول مبتدا منزه عن ان يكون معدوما ثم وجد لانه اذا لم يكن موجودا فمن اوجده تقول الصدفه هذا امر مضحك ان تقول بان الصدفه اوجدت, أوجدت الاشياء الماديون الذين كانوا يقولون هذا الكلام كان الضحك على عقول الناس، لذلك الان الماديون الجدد تراجعوا عن هذا الكلام. اذا لم يكن ثم كان فمن اوجده؟ اما نحن نقول انه كان بلا بدايه، فمن اوجده؟ بعد ينتفي هذا السؤال، هذا السؤال انما يكون في شيء لم يكن ثم كان. اما اذا شيء هو من الأزل موجود ليس له بداية فلا يسأل عن هذا الشيء بأنه من أوجده كلا وجوده بالذات وجوده ضروري أو حسب تعبير المتكلمين واجب الوجود الله منزه من أن يكون معدوما ثم وجد لذا الإمام قال سبحانه سبحان كلمة تنزيه الله منزه عن هذا سبحان الذي ليس له أول مبتدأ عندما تقول الله هو الاول كما في الايه الشريفه هو الاول والاخر والظاهر والباطن الى اخر الايه في سوره الحديد عندما تقول هو الاول ليس بمعنى انه ابتدأ وجوده من شيء كلا بمعنى ان وجوده سبق الاشياء طرا من غير ان يكون له بدايه سبحان الذي ليس له اول مبتدأ ولا غايه منتهى الاشياء لها نهايه الله سبحانه وتعالى خلق الاشياء ولها نهايه وهذه النهايه هي من الحكمه في الخلق افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون اذا لم يكن هناك رجوع ولم تكن هناك قيامه كان الخلق عبث والله يتعالى ويتنزه عن العبث فلذلك الاشياء له لها غايه تصل اليه اما الجنه اما النار هناك غايه وتنتهي عند هذه الغايه قبل القيامه الله سبحانه وتعالى يهلك كل الاشياء كل شيء هالك الا وجهه وبعد ان يدخل اهل الجنه في الجنه واهل النار في النار صحيح هم خالدون في الجنة وهم خالدون في النار ليست لهم نهاية لكن هذه عدم النهاية عرضية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يفيض عليهم الوجود آنا فآن أهل الجنة وهم في الجنة خالدون ليست لهم نهاية لكن هذه النهاية ليست هي نهاية عدم نهاية بالذات وإنما لأن الله يفيض عليهم الوجود دائما فلذا وجودهم يستمر. أما الله سبحانه وتعالى فوجوده بالذات ليست هناك إفاضة للوجود من شيء آخر له، لأن وجوده لأن وجوده ضروري، فهو واجب الوجود. فلذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: سبحان الذي ليس له أول مبتدأ ولا غاية منتهى ينتهي عندها. كلا، هو الأول بمعنى أنه لا بداية له. والاخر بمعنى انه باقي بعد فناء كل الاشياء وانه الباقي بالذات وبقاء الاشياء بافاضه منه ولا غايه منتهى ولا اخر يفنى هذا مقطع اخر من هذا الحديث الشريف هناك مقاطع اخرى في هذه الخطبه في دقائق مسائل التوحيد نتركها الى حلقه قادمه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين <applause>